حاضر جاية. في حموك شو اللي عمل فيك كده؟ مفيش، دي ضريبة العمل. ضريبة عمل ايه؟ دي ضريبة كتيبة نزلوا فيك ضرب. هم فعلا كانوا كتيبة. يا كبدي اللي حصل لك؟ قولي مين اللي ضربك؟ قولي يا حموكشة وانا هجيب لك حقك. اقسم بالله ما انا ساكتة. حق من مين ولا من مين؟ انا خلاص اتهزقت. ليه عملوا فيك ايه تاني؟ هيكون عملوا فيها يا ولية، ما انت شايفة اهو. طب يعني ضربوك ليه؟ مفيش، الست هانم اللي انا شغال معاها في واحد قاعد يعاكسها ويغلس عليها، وانا طبعا الحرس بتاعها لازم اتصرف، فدخلت بقول له عيب كده يا استاذ ما يصحش، عينك ما تشوف الا النور. قصدك الرقاصة؟ ايوه يا اخت الرقاصة. طب واحد بس هو اللي عمل فيك كل ده؟ لا طبعا، دول كانوا خمسه في وش العدو. يا موكوس، يعني هنحسدك على ايه يا اخويا؟ ان انت اتضربت واتطحنت؟ اسكت يا ولية، انا مش ناقصك. كفايه اللي عملوه فيا، دول كانوا بيشقلطوني لبعض كده. اوعي من وشي، خلينا اقعد. مرتاح كده يا حموكشه؟ مرتاح ايه؟ انا كل حته في عضمي متكسره. يا اخويا انا مش عارفه ايه اللي مشغلك الشغلانه دي. هو انت وش حارس ولا نيله؟ هو انت اساسا تقدر تضرب صرصار؟ كله منك يا اختي. وبعدين تعالي كده، انا مش شايف، رقبتي وجعان اهو. قولي بقى كله مني ليه؟ وانا مالي يا حبيبي؟ مش انت اللي عايزه شغلانه تجيب لك فلوس كتير؟ ايوه طبعا. الله، الدنيا غاليه، لازم نشتغل وحاجه تكفي الحاجات دي كلها والمصاريف. الله، وبعدين انت رايح تشتغل حارس؟ كنت تتدرب الاول ولا كنت تعمل اي حاجه؟ مش رايح كده اهو. اتدرب ايه وزفت ايه؟ هو كان في وقت اموت واعرف هي الرقاصه دي شافت فيك ايه ينفع ان انت تبقى حارس شخصي؟ ايه الوكسه دي؟ الوليه دي عاميه ولا ايه؟ مش هي اللي شافتني، ده واحد صاحبي هو اللي اتوسط لي عندها. اتوسط لك بمناسبه ايه؟ ان شاء الله. هو اي حد كده يتوسط لك ترضى هي على طول؟ لا، اصل صاحبي ده يعني في علاقه ما بينهم كده، بيحبوا بعض. ايه بيحبوا بعض؟ هو صاحبك ده متجوز؟ كان متجوز وطلق. يا لهوي، خطفت الرجاله. صاحبك ده مش كويس، اوعى تتكلم معاه تاني، تقاطعه من الليله دي. وكويس ان انت سبت الشغل، عشان لو حصل حاجه كده ولا كده كان ممكن اجيب رقبتك من على جسمك يا حموكشه. ارتاحي يا اختي، اديني عدلك. المهم لازم تفكر هتشتغل ايه ولا انت هتقعد جنبي. فكرت خلاص. هتشتغل ايه اخر صبري؟ هسرق بنك. ها؟ يا لهوي، هما ضربوك على دماغك ولا ايه يا حموكشه؟ انت اتجننت؟ لا انا بتكلم بجد، انا هسرق بنك انا واحد صاحبي ومظبطين كل حاجه. يا لهوي، لا يقفشوك يا موكوس وتروح فيها. ما تخافيش، احنا عاملين دراسه جدول. ايه يا اخويا دراسه جدول ليه؟ وانتوا داخلين على مشروع جديد اسمها خريطه يا حبيبي، عشان تخططوا هتسرقوا البنك ازاي لازم يبقى في خريطه. موكوس هتودينا في داهيه. يا ستي ما تخافيش، احنا دارسين كل حاجه، هندخل نسرق الفلوس ونطلع ولا حد هيحس بينا. بقول لك ايه، انا مش مطمنه لك. ليه بس يا حبيبتي؟ ده لما نسرق الفلوس هتجيب فلوس كتيرة قوي، وهجيب لك اللي انت عايزاه. ده انا هجيب لك فيلا. فيلا ايه؟ ده انا هجيب لك قصر بقى وعربيه، وعيشك بقى العيشه الكده دي. ايوه صح، وابقى هانم من الهوانم. يا سلام، واعمل بقى سيده القصر. يعني انت موافقه؟ طبعا، على خيره الله، ربنا يوقف لك ولاد الحلال. ايه حموكشه بتضربني ليه؟ ولاد الحلال ايه اللي وقفهم يا وليه؟ انت عايزاني اتقفش؟ ما هو لو وقف لي ولاد الحلال هيمسكوني. ايوه صح. طيب يا حموكشه، ربنا يوقف لك ولاد الحرام في كل حته. بس برضو انت مش هتنفع في العمليه دي، انت عايز دماغ، وانت لا مؤاخذه ما عندكش دماغ، انت اللي جوه عقلك ده اهو صينيه بطاطس. طب هنجيبه منين دماغ؟ انا الدماغ. مين؟ هو انت عايز تبقي معانا في العمليه؟ لا لا لا، انا مش هبقى فرد من فرد العصابه، انا هبقى رئيسه العصابه. انا اللي هخطط وانا اللي هحط الخطه وانتوا هتنفذوا. بس يا نصحه، رئيس العصابه بيبقى موجود برضو في العمليه، يعني هتبقي معانا. ها؟ يعني انا لازم ابقى معاكم؟ ايوه طبعا. ها؟ مفيش مشكله، هبقى معاكم بدل ما تودونا في داهيه. خلاص تمام، هفكر كده واحط خطه ما تخرش الميه عشان ما نتقفش ونقضي بقيه حياتنا جوه الحبس. فكري يا ام العريف. هروح اعمل لي كوبايه قهوه دبل علشان افكر كويس. ترا ترا، والله وهتبقي رئيسه عصابه قد الدنيا يا تنكا. ايه ده، امك اكيد كانت بعيالك. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا معلم. وطوا صوتكم يا حيوانات، منك ليه كده؟ هنتقفش يا بهايم. هو انت مدخنه صوتك ليه؟ اخرس يا كلب. بقول لك ايه يا اما، ما تسوقيش فيها، بص قدامك وركز في العمليه. بقول لكم ايه يا رجاله، احنا عايزين نبقى ايد واحده وقلب واحد، وكلنا كده نتفق على حاجه واحده، لو حد فينا وقع ما نسيبهوش وما نقرش عليه. انتوا فاهمين؟ فاهمين. خلاص كده نتكل على الله ونقرا الفاتحه. ربنا معاكم يا رجاله، انا عارفه ان انتوا قدها ودود اسود. يلا سلم نفسك، منك ليه؟ حموكش هو رئيس العصابه، هو اللي حط الخطه وخطفوني رهينه عشان لما يحصل هجوم يهددوكم بيا. انا ماليش دعوه يا باشا. Huh?